دلوقتي مع حضراتكم هنتعرف على واحدة من أعظم أكاديميات الأساس والديكور والتصميم في مصر. اللي أسس هذه الأكاديمية هو المهندس الرائع سامح زكري، رئيس شركة أرتستيكو للأساس المكتبي. أكثر من 50 مصمم ومبدع وفنان بيتكلموا عن هذه الصناعة في مصر. خليكم معنا. تخيلوا لو نجحنا في الدمج ما بين الصناعة والدراسة الأكاديمية في مختلف القطاعات، يعني نعلم أولادنا الطلاب وننقل ليهم الخبرات الصناعية اللي تأهلهم لسوق العمل وتخليهم زي الجنيه الذهب. أما الصناعة فبدورها هتفوز بكوادر فنية حقيقية وعندها طموح مالوش حدود وقدرة غير طبيعية على الابتكار والإبداع. هي دي الأهداف اللي اتحققت باقتدار من خلال حاضنة الأعمال ديزاين هاب اللي قدمتها مؤسسة أرتستيكو للأساس المكتبي لربط الصناعة بالدارسين الأكاديميين من خلال واحدة من أنشطة حاضنة الأعمال ديزاين هاب، وهي The Design Debates اللي جمعت أكتر من 50 خبير في التصميم والديكور ومصنع الأساس والمطورين العقاريين والطلاب في مكان واحد اسمه مؤسسة أرتستيكو. أشهر طويلة من الإعداد والتجهيز وإحساس كامل بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق كل مبدع ومبتكر في مجاله، والنتيجة أحاديث بناءة ونقل كامل للخبرات والمعرفة ما بين المبدعين في قطاعات الديكور والأساس والتطوير العقاري، وأولادنا من طلاب الدراسة الأكاديمية اللي عندهم الشغف بالنجاح. تعالوا في البداية نقابل المهندس سامح زكري، رئيس مصانع أرتستيكو للأساس المكتبي وصاحب فكرة حاضنة الأعمال ديزاين هاب، اللي واضح جداً إن هيبقى لها دور عظيم في المرحلة اللي جاية. عملنا ديزاين هاب اللي هو مركز تصميم، وكمان من خلاله عملنا ديزاين ديبيت، مناقشات اشترك فيها حوالي 50 مصمم ورجل صناعة. الفكرة دي جات لك منين؟ وليه كانت حلم لهذه الدرجة؟ دايما في الصناعة عندنا احتياج نشوف ولادنا اللي خارجين او جايين لنا بشكل رسمين، واحنا في خيالنا انه الراجل ده كامل من كل حاجة. فكان من البداية كانت الفكرة كلها ان انا كان نفسي ان انا اعمل حالة من النقاش اللي داير جوه دماغي ما بين شاب عايز يشتغل او هو عايز يعرف السكة فين، والشمعة اللي هو الراجل اللي هو اخد يعني مجهود عشان يوصل ويوصل للمكانة ديت. فالحتة دي ابتدت تشغل بالي لما ابتدى المكان هنا نرتب له ان احنا خلاص بقى بقينا جاهزين وحاسين ان احنا ممكن نستقبل زمايلنا بقى خبراء ومصنعين وطلاب طبعا، وكلهم ناس قدموا ايد المعونة بلا مقابل. فكانت حالة هايلة، قيمة الراجل اللي جايبينه ده، قيمة في مجاله، راجل مبدع ومبتكر، وشاب جاي النهاردة مثلا من أقاصي الصعيد جاي علشان يحضر، ودي كانت مفاجآت، جاي من اسكندرية، جاي من الأقصر. طبعا حالة نقاش، وده اللي حيك شفته في الحلقات والناس بتتناقش مع بعضها ازاي. أنا عندي استفسارات، طب أنا ما أخرج من الجامعة هشتغل فين؟ أنهي مجال؟ بالظبط كده زي علاقة أنا وابني بنعدي الشارع، فهو الشخص اللي موجود، القامة اللي احنا مستضيفينها، بياخد ايده ويقول له طب تعالى بقى بص وانت ماشي كده احنا هنعدي الشارع بالطريقة الفلانية، مرورك ازاي، مرورك كمان الآمن بلا صدمات. بس في مجهود عظيم بتعمل، جمعنا 50 خبير يعني ومصنع مجهود وطالب، مجهود من كرو كان على بورد. يعني احنا ما ابتدينا نفكر في الموضوع احنا اجتماعات قد ايه؟ احكي لي التفاصيل. 3 شهور منهم اساتذة جامعة، منهم ناس شغالة في نفس المحتوى التعليمي. بص انت في قلب صناعة دايما عندك اسئلة عن هتطور نفسك ازاي، طب ايه الجديد، ايه مش ممكن حد لوحده يقدر بس يقول اصلا في ترند الفلاني فاحنا هنصنع له. لا، دي خطة، انت ماشي بخطة، والخطة دي لازم خطة تبقى مبتكرة علشان وكل شوية الخطة بيحصل فيها تعديل عشان تقدر تعدل نفسك، تقول انا متميز ازاي. فانت محتاج ديزاينر شاطر،
محتاج راجل يخش في قلب البرودكت شاطر، محتاج راجل بتاع تكنولوجي يخش معاك عشان يطور بعض المنتجات اللي انت محتاج تطورها. هي. خلي بال حضراتكم، المهندس سامح ذكري عبقري مصري في قطاع تصميم وتنفيذ الأساس المكتبي، ونجح في تصميم 6 عائلات من منتجات الأساس المكتبي المصري بكل أشكالها وبنسبة مكون محلي بتوصل لغاية 100%، وبعضها بسبب استيراد ميكانيزم الحركة للقطعة بيوصل المكون المحلي فيها ل70% والمكون المستورد 30%، وبيستعين المهندس سامح ذكري في تصنيع بعض منتجاته بالمصمم المصري العالمي عمر كشك، بخلاف مصممين عالميين من فرنسا وإيطاليا، ولأنه بيمتلك أحدث معدات تصنيع في العالم وأمهر أعماله بينج دائما في تحويل أفكار المصممين لقطع أساس بتقدم حلول للمشكلات اللي بتواجهنا عند التفكير في الأساس المكتبي. حضرتك كرجل صناعة متخصص في الأساس المكتبي، كنت عايز توصل إيه لولادنا الطلبة؟ هو أنت اخترت طلبة هندسة بس ولا فتحت المجال على مدى 50 حلقة اللي اتعملت؟ اللي حاضر طبعا كانوا يعني طلبة هندسة، المعماريين، الناس بتوع الانتيريور، الأقسام المتخصصة في الديكور، طلبة الفنون التطبيقية، وكانوا دول شريحة كبيرة برضو موجودة معانا بمختلف تخصصاتهم. شرحنا لهم ازاي يتقدموا الشغل، ازاي يتناقشوا، ازاي يتكلم عن نفسه. اكيد اكيد يمكن ما كانش في الحلقات اللي احنا بنتكلم، لكن احنا في دماغنا مثلا نتكلم يعني ضمن موضوعات اللي ممكن تصار وتتكلم فيها، مثلا مرحلة زي مراحل العقود مثلا، حد فينا بيعرف حاجة عن القصة دي، العقود القانونية والغير قانونية، طب انا اشتغل قانوني ولا ما اشتغل، وحكايه استمارة 6 اللي عندي وانا بشتغل مثلا، انا اشتغل ازاي، انا هل انا اشتغل ازاي، طب انا في نقط كتيره الشباب محتاج ان هو يسمعها من حد في قلب الشغل علشان يقول له ايه، انا انت لازم يبقى عندك رولز في حياتك. حاله جميله والحمد لله، يعني بدات الديزاين هاب، ومن جواه عملنا ديزاين دي بيت، النقاشات الكبيره جدا اللي شارك فيها اكتر من 50 خبير واستاذ جامعه ومتخصص في التصميم. طب وبعد كده هنعمل ايه الخطوات التانيه في ديزاين هاب بقى؟ افكار كتيره بناء يعني على البورد اللي احنا بنقعد عليها. ديزاين دي بيت لازم تستمر تستمر بس تستمر بحالات اخرى، حاجات خاصه بالتصميم، حاجات يعني هنبتدي نحط خطه بلان، لان احنا يعني حاطين بلان لنفسنا، لانه ده دي خدمه مجتمعيه انت بتقدمها وانت مسؤول مسؤوليه، يعني انت طبعاً. انت خدت نجاح في الحياه فأنت كمان نفسك تشوف الناس ناجحة. تعالوا بقى نقابل المهندس أحمد ماهر، مدرس التصميم الداخلي والعمارة بجامعة كوفنتري في العاصمة الإدارية، وهيشرح لحضراتكم إزاي الطلاب بيستفيدوا من حاضنة الأعمال ديزاين هاب، وإيه هو المحتوى أو المنهج اللي استهدفه نقله للطلاب بصورة غير مباشرة. حضرتك قلت لي إحنا عملنا منهج، حاولنا نعمل منهج يربط ما بين الطالب وما بين الصانع، ونوري للطالب قد ايه الصانع محتاجه. كلام حلو، فسر لنا يعني ايه عملت منهج. هو الموضوع بيتم تفاعلي ما بين كذا جهه، بس القائمين حتى الان على الفكره هو استوديو 34 او استوديو 34، هو شركه بتقدم محتوى له علاقه بالمجال الكرييتيف اندستري او مجال التصميم المعماري والعمراني في مصر، ومهندس سامح ذكري وارتستيكو هم كانوا من الناس اللي شجعوا الفكره في البدايه، وحسينا ان هم انترستد او مهتمين ان احنا نخلق التفاعل ده. ووصلنا في الاخر ان احنا محتاجين نعمل حاجه زي ما حضرتك قلت، يبقى اسمها ديزاين هاب، او منصه ليها علاقه او مهتمه بتطوير الجزء الخاص بالتصنيع وجزء خاص بالتصميم. وكان اول خطوه بدانا ننفذها هي ان احنا نجيب مجموعه طلبه يبقوا حاضرين هنا، ونجيب معاهم مجموعه من المصممين والمصنعين، ونخلق منهج او خطه واضحه نتكلم فيها على مجموعه مواضيع هي بتهم الطلبه في الاساس في الجامعه، وفي نفس الوقت بتهم المصممين والمصنعين ان هم يسمعوها منهم ويخلقوا ما بينهم دايلوج. 21 حلقه نقاشيه، موضوع كبير قوي كده. هو في الحقيقه كان في البدايه يعني ناقشنا ايه؟
يعني ممكن نديك يعني اكزامبل يعني كنا بنتكلم على حاجات ليها علاقه بالمانيفاكتشرنج بروسيس وخطوات التصنيع بتعدي بيها ازاي. جبنا ناس من ثري براذرز دكتور ايريني، جبنا امير دوس شركه سيرياليتي، جبنا ناس مختلفه ليها علاقه بمجال التصنيع، مهندس ايهاب زكري شركه ارتاسكو، يعني نخلق حوار يتكلم على تفاصيل التصنيع ومشاكله. في حلقه تانية كنا بنتكلم عن التراث وازاي نقدر نشوف التراث بتاعنا في مصر وازاي نقدر نحافظ عليه ونشتغل عليه. في كان حلقات بتتكلم عن تصميم البيوت باختلاف انواعها، البيوت كلها في مصر وفي الميدل ايست بنشوفها بأني منظور. قدرنا نتوصل ان احنا عملنا زي منهج بيتحرك في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاولاني هي مجموعه محاضرات او مجموعه لقاءات ونقاشات زي اللي بدانا بيها بديزاين ديبيت تسمح بحدوث التفاعل ده، وبعدين يجي وراها على طول الوركشوبس او ورش العمل اللي هتساعد الطلبه وتساعد المصممين ان هم ينفذوا حاجه بايديهم ويطلعوا منتج نهائي. واخر خطوه ان احنا نعمل كومبيتيشن او نعمل مسابقات تسمح للطلبه بقى ان هم يدخلوا، مش بس انت بتجرب بايدك وبتعمل ورشه، لا انت بتخش مسابقه، ممكن يبقى فيه لجنة تحكيم قوية بجوائز هائلة تشجع الولاد ان هم يستثمروا في المجال بتاع نقدر نسميه young generation of production اللي هو الجيل الصغير اللي بيصنع. يعني مجهود عظيم اتبذل في اجتماعات ديزاين ديبيتس اللي حضرها اكتر من 50 مهندس متخصص في التصميم والديكور والاساس بخلاف التطوير العقاري، ده الى جانب اولادنا من الطلاب. تعالوا نقابل المهندس احمد مصطفى مؤسس استوديو 34 اللي شارك في التنظيم وادارة اللقاءات. استوديو 34 هو المسؤول عن التنظيم صح كده؟ ولكن لما نعمل 21 جلسة يحضرها خبراء في جميع المجالات اللي احنا محتاجينها ويحضرها طلبة ونعمل ربط ما بين الطرفين، ده مجهود عظيم جدا، وأكيد ذاكرت احتياجات كل طرف صح؟ وإلا ما كانش الحدث طلع بهذه الروعة. عملت ده ازاي؟ توفيق ربنا أولا، شغل تيم كبير كل واحد فيه كمل حتة، وإيمان من الناس اللي كانت موجودة مكاتب التصميم والمصنعين بالفكرة، ده اللي خلاهم جم متطوعين عشان هم مؤمنين جدا بأنه إحنا بنحاول وهم كمان بيحاولوا من طرفهم، بنقتصر المسافة وبنعمل شورت كات يوصل الولاد اللي بيدرسوا في الجامعة لسوق العمل بسرعة باحتياجاته بمتطلباته بمتغيراته. اكتشفوا معانا العالمين بيحصل فيها ايه، العاصمه الاداريه بيحصل فيها ايه، اماكن كتير في مصر حاليا بيحصل فيها حاجات كتير. استوديو 34 حكايته ايه؟ ونشا امتى وبتعملوا ايه؟ احكي لي كده، انا مشروع حلو احكي لي. انا خلصت الدراسه في الجامعه 2012 هندسه القاهره، مشيت شويه في السلك الاكاديمي، بس حسيت ان في تجربه من الممكن اختبارها خارج الجامعه. هي اننا، وده على فكره برضو عشان ما ننسبش الفضل لنفسنا، في منصات كتير موجوده حوالين العالم دلوقتي بتشتغل فيما يسمى بالتعليم الموازي او المعرفه الموازيه، احنا بقينا واحده منهم دلوقتي الحمد لله في مصر وبنغطي نطاق كبير في الوطن العربي. دوره باختصار شديد ان احنا نحاول نخلي المكاتب او استوديوهات التصميم تعلم الولاد بشكل مباشر مع الوقت ومع التجربه. نجحت الفكره؟ نجحت. بدأ لقينا الديزاينرز عندهم شغف جامد جدا يعلموا جيل صغير عشان يحسنوا الكواليتي بتاع الماركت، الطلبة عايزين يتعلموا علشان يبقوا أسرع ويدخلوا الماركت ده بسرعة وينجحوا فيه. من الحاجات على فكرة اللي احنا بنعملها بقصد أو بدون قصد إن احنا نعلي نستنفر عندهم التطلعات، لما يلاقي حد نصير الشغف زي ما بيتقال، نصير الشغف من غير ما نسمي حد، لأن مجموعة كبيرة هايلة بخاف نقول حد وننسى حد، بس في مصر في كوادر وناس شاطره قوي في مجال الديزاين نحطه قدامهم في نفس المكان وعشان خاطر احلامه تبدا تستفزه. انا ممكن ابقى فلان الفلاني، ممكن، ليه لا، ما انت قاعد قدامه بتتكلم معاه وبتساله وبيجاوبك، ممكن كمان تروح تتدرب معاه. بدانا نطلع اجيال تخرج للماركت، بقينا كانوا زمان طلبه بيجوا يسمعوا، النهارده هم بيعلموا وبيبدوا طبعا. فاتحين اماكن، احنا بقالنا 10 سنين على فكره من 2014، يعني اللي حضر معاك من 9 سنين بقى ممكن النهارده هو اللي بيدي التدريب في الماركت دلوقتي. ده بيحصل اوريدي عندنا، فهو اجتهاد شخصي مننا كافراد، نتمنى ان هو فعلا يكون حاجه ليها قيمه يعني ان شاء الله. الدكتوره ايريني ميشيل نائب رئيس مجلس اداره شركه ثري براذرز عملاق صناعه الاضاءات ومهمات الكهرباء، شاركت في جلسات ديزاين ديبيتس من واقع خبرتها الصناعيه الفريده، وبالمناسبه هي حرم المهندس سامح زكري مؤسس شركه ارتستكو للاساس المكتبي. خليني اسمع من حضرتك، ايه سر المشاركه القويه؟ محتياجاتنا ايه لسوق العمل من هؤلاء الطلاب؟
احنا كشركه كثري براذرز ومع اي شركه تاني من شركاتنا بنشوف ان المشاركه المجتمعيه في جزء التدريب وان احنا ندي معلومات اكتر سواء اذا كان للطلبه او المهندسين او خريجي يعني بعد ما اتخرجوا من الكليات ده دور مجتمعي مهم جدا. احنا بنبقى محتاجين ايه من الناس اللي جايه تتدرب؟ اول حاجه ان انت بتنشر المعرفه بالصناعه بالمنتج باهميه المنتج بترسخ عندهم فكر الصناعه اي طالب جاي سواء اذا كان بالمعرفه اللي هو اخذها في الكليه فبيبقى عنده فكر بيبقى عنده رؤيه بيبقى عنده اهداف طموح ممكن ان هو عايز يكبر في مجال معين فكل الكلام ده بيفيد بقى اثناء التدريب وكل الكلام ده ممكن بيدي افكار عندي مثلا مشكله لو في مثلا مكنه معينه فيها عطل معين ممكن يبتدي يحط فكره مع العامل او المهندس المسؤول عنها ويبتدي يفكروا في ازاي نحل المشكله. كان رؤيتك ايه اللي حدث ده وهو بيتنظم؟ حضرتك شاركت في تاسيسه يا حضرتك؟ انا شاركت في تاسيسه المهندس سامح زكري بالظبط. فعايز اعرف يعني شاركت ازاي في تاسيسه؟ يعني في الاول احنا حصل كذا ميتنج اتكلمنا فيها عن الفكره والفكره اتطورت بشكل معين وقلنا الاهداف من هذه الفكره ايه. احنا ممكن نبقى عايزين الطلبه تبقى تتعلم جزء التقني او يعني خاص بالدراسه اللي هم بيدرسوها في الكليات وخاصه في عماره. طب عايزين نبتدي نطور كمان الفكر مش جاست ان احنا يبقى بنتكلم في هذا المنطلق عايزين بعد كده نطور لا في مهارات تاني لازم يبقى مع الطالب او مع البوست جراديويت او اللي هيتخرج من الكليه ليه خلاص لازم يبقى موجود عنده عشان لما ينزل سوق العمل هيحتاج الكلام ده. هو ايه حكايه بقى ثري براذرز؟ احكي لنا الحكايه وازاي تحولت النهارده لواحده من اكبر المجموعات الصناعيه المتخصصه في الاداره. ثري براذرز هي شركه موجوده في السوق بقى لها اكتر من 33 سنه طبعا. عندنا مصنعين في العاشر من رمضان. بدايتنا كانت في الاضاءه فابتدى يصنع الأول لمبة المكتب وبعد كده ابتدى الحلم يكبر ابتدى يصنع الكشافات الداون لايت اللي هي بتركب في السقف وبعد كده كشافات البانل اللي هي 60 في 60 وبعد كده الموضوع ابتدى يتطور معانا وكل مرة كان كل ما بينجح في خطوة كان بيبقى إيه الهدف أكبر الخطوة الجاية أكبر وأكبر طموح كبير. المصنع اللي هي كان 6000 متر أخذ مصنع تاني حوالي 48 ألف متر مربع وابتدى يكبر الصناعة بشراء مكان كانت نقطة مهمة جدا بالنسبة له الجودة فطور معامل طورنا معامل خاصة بالإضاءة وكبر يعني كبرت المعامل دي اللي بقت ثيرد بارتي لاب نقدر نختبر لينا ولغيرنا وابتدينا ناخد لها شهادات. بتصدر لكام دولة النهاردة؟ بنصدر حوالي 20 دولة ما شاء الله منها دول عربية وخليجية ومنها دول أفريقية ولينا تصميماتنا الخاصة اللي نقدر ندخل بها أي سوق في العالم إنها متفردين بيها دي ميزة كشركة إن إحنا من ضمن الحاجات اللي بتنافس ثري براذرز إن هي كمية اللي ممكن نقول الكاستم ميد برودكتس إن إحنا عشان شركة وعشان عندنا التولز بتاعتنا فنقدر إيه نفصل حتى من الخامات المعدن نقدر نفصل اللي إحنا محتاجينه فدي حاجة بتميز شركة ثري براذرز ونحاول إن إحنا نوصل بسعر وديزاين ومنتج على حسب احتياجات السوق. السوق المصري الحمد لله احنا متميزين فيه في ماركت شير اراوند 18 ل 20% ما شاء الله. نسبه الاستحواذ على مبيعات السوق المحلي بالظبط. وبنحاول ان احنا يعني نطور من نفسنا دايما. انتشرنا في الفروع في مصر هنا كم فرع النهارده؟ عندنا 4 فروع في مصر. ومعتمدين طبعا على شغل المشاريع بشكل قوي ولينا يعني مشاركات في كل المشاريع الكبيره والميجا بروجكت الموجوده في مصر لينا مشاركات قويه فيها. ودخلنا ابتدينا ندخل بقى لاينز جديده معانا من 2016 ابتدينا نصنع لوحات وفي 2022 ابتدينا ندخل الاوتوميشن وفي 23 ابتدينا نقدم منتج جديد اللي هو الكيبل تري. فيعني متطورين بنحاول ان احنا نوسع السكوب بتاع البيزنس يعني خلال في صناعه الكهرباء في قطاع صناعه الكهرباء. كلنا مسؤولين عن تاهيل الخريجين لسوق العمل ودمجهم وتحويلهم لكوادر نقدر نعتمد عليها في الصناعه الوطنيه. دي قضيه كبيره ولازم ننتبه لاهميتها.